وإلى الفن وصدور الألبوم الجديد للفنان إنديزا الذي يحمل العديد من الأغنيات تغنت للحب والوطن والسلام وتعالج القضايا الاجتماعية التي يعيشها المجتمع التشادي وطرح القضايا الراهنة بحضور عدد من الفنانين وصحفيين مختلف وسائل الإعلام. عباس بكر. المؤتمر الصحفي الذي أحياه الفنان إنديزا بحضور عدد من المؤسسات الإعلامية الخاصة والعامة وذلك لعرض ألبومه الجديد تحت اسم Population Gay Core أي المجتمع يندد، وأن هذا الألبوم يحتوي على 5 أغاني بعناوين مختلفة تناول فيها القضايا الاجتماعية والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد كغيرها من دول العالم، وأن الألبوم تم إنشاده بالدارجية وذلك ليستوعبه الجمهور بكل بساطة. هذا ما أكده الفنان إنديزا خلال مداخلته. من ناحية أخرى فقد ناشد بعض معاونيه في عملية الإنتاج عن مساندتهم ووقوفهم التام إلى جانب الفنان من أجل إنجاح مشواره الفني، كما تداخل بعض الصحفيين بأسئلة واستفسارات عن الأعمال الفنية التي حققها الفنان لإصدار ألبومه الجديد وتلاقت إجابات كافية من قبل الفنان إنديزا. نهاية النشرة لهذا المساء قدمناها لكم من الفضائية التشادية، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق غرفة الأخبار. إلى اللقاء.